اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طيب، نحن الان كنا بالجزء الثاني من تمثيل نطاق او تمثيل الاشياء، وشوي ما يتعلق في البرمجه الشيئيه الاوبجكت اورينتد شوي. اوكي، لانه في بعد عندنا قسم مخصوص بالاوبجكت اورينتد بمطرحه ثانيه، وفي بعد عندنا الفانكشنال بروجرامينج بدنا ناخذ فكره عنه كمان، نشوف كيف سكالا وشو اسمه سكالا عم تدمج بين الفانكشنال والاوبجكت اورينتد. ده ضروري، يعني هي اهميه سكالا هي دي هذه النقطه. اوكي، عشان تقدر تكون قادر على تكبير البرنامج براحتك. اوكي، وهي لسه بعد بدنا نعرف كيف انه اصدم فيها انه بتكبر سكالا، تخلي البرنامج تبعك يكبر بسهوله. تمام. هلا عندنا شيء مسمى الكومبانيون اوبجكتس، يعني هون عم بحكي الاوبجكت مش من المتغير، هون عم بحكي اللي هن الكلاسات اللي بيعملوا ستاتيك فانكشنز. اوكي، بتعمل وراها ستاتيك فانكشنز زي بطريقه جافا. خلينا نحكي بس عشان اذا المره الماضيه وصلت معانا للاوبجكتس هون اوكي وما فهمتهم، اوكي بنبقى نحكي لك طريقه اضبط. شوفوا، جافا عندهم شغله او باي لغه اوبجكت اورينتد بشكل عام، لما تعمل كلاس انت مثلا سميها اكس. اوكي، طبعا انت في دائما في عندك فانكشن بيكون اسمه اكس وله شو اسمه الفيلد الاول الفيلد الثاني. اوكي هيك تمام، وبتعرف له متغيرات يعني انتجر فلوت، يعني شو انت مثلا فلوت دبل اللي بدك اياه، شو ماشي الى اخره، فقد ما بدك يعني. ومش مهم كيف الترتيب الفلوت والدبل وهذا، اللي ما بيعرف جافا بس يفهم انه هي بس لما نحط هيك نحن نحط انه هذا اف بيكون رقم صحيح، اف 2 بيكون فلو، اف 3 وبدخله وبحددهم. وتكون هون حاطط مثلا انت اف اوكي، وحاطط مثلا فلوت، طبعا معرفهم فلوت اف 2 اوكي، وحاط هون فلوت ايش اسمه هون دبل اف 3 اوكي. يعني طيب، وانه بس استعمل هذا الفانكشن بتروح بتدخلهم، يعني عرفت شو، فبتقول له this dot f بتساوي f اوكي ماشي this dot، يعني انه عن الكلاس بحد ذاته المتغيرات اللي فيها ال f2 وال f3 وال f كلياتهم. تمام، عم تعبيهم. تمام، هلا هذا الاكس هيك الفانكشن هذا اتعرف، بس هذا حتى تقدر تستعمله للاكس. اوكي، بدك تصير تعمل مثلا ماي اكس، مثلا سميت انت هيك متغير اسمه ماي اكس، بده يكون من التايب تبعه اكس. اوكي، بيساوي نيو وبتعمل اكس وبتعبي له. تمام، تعبي له الافات كله، هاي اف اف 2 اف 3. تمام، هيك بتصير بالجافا. هلا وانت هيك بتكون حضرت متغير جديد، صار لازم مجبور تحضر متغير جديد. اذا حط عملت واحد من الفانكشنز قلت له ستاتيك، تمام، و اس تي سمينا اس تي اف ان اوكي، اوف مثلا انت اكس اوكي، شي بياخذ له شي رقم اكس اوكي، وشو ما يعمل يعمل جوا. هذا صار فيك تطلبه دغري مباشره اكس دوت اس تي اف ام اوكي، مثلا واحد ثلاثه اللي بدك اياه، عرفت شو، مباشره، مش محتاج تستعمل هيدي الطريقه هون، تحط نيو وتعرف متغير، لانه اذا صار لازم تعرف متغير صار فيك صار صرت مضطر تقول شو ماي دوت اندرسكور اكس دوت اس تي، اذا اس تي اف ان اوكي، اذا هالشيء مسموح بها جافا، لاني انا بخلي الكومبايلر يساعدني فيها، بس الفكره انه مضطر تعمل، حطينا رقم ثاني خمسه اوكي عشان تكمل الفانكشن. صرت مضطر انت هون تقريبا، هذا صار هذا ممكن تعمله تقريبا بهاسكل بجافا، فصار انت بهي الطريقه هون اكس دوت اس تي اف ان تقدر تعملها. فهمت كيف؟
يعني بتضطر تصير تعمل انه لازم تقول له اسم المتغير كل مره، وهذا اوكي، وهذا صار لازم تحجزه بالذاكره. فبهي الطريقه انا ما بضطر احجزه بالذاكره، هيك خلص بطلب فانكشن بس بحطه بالذاكره، حط ما مش محتاجه انا، بس هذا اجراء بدي ينفذ شغله. اوكي يعني زي كان بدي، والله انا بدي سكوير روت، بدي جذر تربيعي يا اخي، هاي بدها متغير، افتح له متغير من كل حسبه، عرفت شو؟ في سكالا عم بيعمل طريقه ستاتيك اوكي هاي، وبالتالي الطلب مباشره باسم الكلاس اوكي ماشي، وهذا اللي عم بيعمله الاوبجكت. نرجع للكومبانيون كلاس اللي عم بيحكي كومبانيون اوبجكتس. كومبانيون اوبجكت بيطلع بيكون في عندك كلاس هون اسمها سيركل مثلا، مثلا سميناها سيركل، بيكون في عندك كمان ستاتيك كلاس، هي فيك تعتبر الاوبجكت هون كانك عم تقول ستاتيك كلاس اسمها سيركل اوكي، بنفس الملف بنط هاي سيركل وهي سيركل اوكي. وعندك بس بالمطرح اللي فيها ستاتيك اوكي، هاد بيكون برايفت مسكر، ممنوع حدا يطاله من برا، شو ممنوع تعمل، ممنوع تشغل هاي هيك مباشره، على اساس انه هون تطلب انت اكس على اسم الكلاس اكس، حاطه هون ستاتيك، كانك عملت انت اوبجكت اوبجكت كلاس يعني اوبجكت اكس، عرفت شو؟ فهذا هو الموضوع، يعني بكون في عندك كلاس عاديه اوكي، بس هون حاطه كيس كلاس لانه في شيء زياده، بس هون في عندك كلاس عاديه، وفي يعني كانك عم تعرف كلاس بس بيكون طبيعته اوبجكت، يعني عم تعمل كل شيء ستاتيك فيه، ف ثابت يعني، فانه وصول الولوج على المتغير على الداله هاي لازم يكون مباشر، بس هون لانه حاطه برايفت اوكي، يعني البرايفت اي شيء برايفت هون اوكي، بس الكلاس الكلاس اللي يعني هون كلاس اسمه سيركل وهي اوبجكت اسمه سيركل محطوطين بنفس الملف بيقدروا يقروا بعض، حتى بتقدر هاي الكلاس اللي هون تقدر تفوت على هذا الاوبجكت، عرفت شو؟ هذا هو المكتوب هون تمام؟ ماشي؟ هلا انت لما بدك تعمل متغير حتعمله من هاي مش من هاي اوكي؟ حتعمله من هاي، لما تعمل متغير مش من هاي، لانه هاي مفروض الولوج عليها مباشر، بس كون انه هذا برايفت ممنوع حدا يستعمله اوكي، مين بيستعمله؟ استعمله سيركل، يعني عم بحكي كلاس ثانيه بتكون بنفس الاسم وصاحبيته تمام. طيب هلا استعمالات اخرى لل يعني لهدول الاوبجكتس المرافقين، هذا المرافقين لانه هذه سيركل اسمها وهي اسمها سيركل، هذه بتكون اوبجكت هون وهذه كلاس، فهذول اصحاب شو لانه بنفس الاسم اوكي. ف استعمالات اخرى بيكون عندك انه لاستعمال الى يعني لاهداف اخرى اوكي، مثل ما هو موضح اوكي، هن ممكن يستعملوا لحتى يجمعوا يحطوا تجميعه اوكي من الدوال نحسبهم ستاتيك، مثل ما صار عندنا هون هذا ستاتيك، عملنا هذا ستاتيك فانكشن هون تمام. فممكن هو كمان ويكون تحطهم انت هيك تحت اسم واحد تمام، تحت بوتقة اسماء واحدة تمام، حتى جميع اسماء واحدة اوكي. فهدول الدوال ممكن يكونوا public او private، يعني ممكن يكونوا عميم مين ما بده يفوت عليهم، وفي ممكن تحطهم private مسكرين، يعني انت حتى تقدر مثل ما حكينا هاي private يعني ما حدا حيفوت عليها غير اللي بنفس الملف هون اوكي، من برا الملف او شيء ثاني ما بيقدر حدا يفوت عليهم، عرفت شو؟ مسكرين هون، بس حطوا برايفت بيكونوا مسكرين، ما فيك تستعملهم، ما في، لو بدك تشغل وتعمل حيعطيك ايرور، يعني ممنوع تفوت عليها اوكي. هلا مثلا لو كان هذا الفانكشن هون هذا كالكوليت اريا كان بابليك بدل برايفت، كان مكتوب كلمة بابليك هون، مكتوب هاي الكلمة بابليك محل كلمة برايفت اوكي الخاصة، بابليك يعني علني مكشوف اوكي، فكان فيك تكتب انت سيركل دوت دغري، تكتب هيك سيركل دوت كالكوليت اريا، ما كان مضطر تعمل هيدي الحركه هاي كلها تمام. هلا هن ممكن يحتوى على ميثودز من صنف بسموه ابلاي، تطبيق طبق يعني او تطبيق اوكي، اسمه هنا ابلاي ميثودز، في ميثودز اسمه ابلاي اوكي، اللي هي بسبب يعني الحمد لله وجود شيء بنسميه سينتاكتيك شوجر، هل تسهيل بالقواعد النحوية والكتابة،
بيشتغلوا كفاكتوري ميثودز، يعني دوال بتصنع ال المتغيرات، هاي فاكتوري ميثود، اوكي؟ يعني كانوا كونستراكتور، اوكي؟ لحتى تعمل متغيرات جديده، اوكي؟ وهن ممكن كمان يحتوى على ميثودز اسمهم ان ابلاي، اوكي؟ في 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 بتكتبهم بالحرف اسمه apply، واحدة تانية بسميها اسمه unapply، ومثل هذا شايفين تحت في functions هون اسمه apply، وفي مثلهم كمان unapply ضدهم يعني بالعكس، اوكي؟ اللي هن بيعملوا destructors، اوكي؟ في constructor في destructor، يعني هدول بصير انت بتعمل متغير بس تخلص منه بتعمل destruct بتطيره، وكيف بتطيره؟ شو لما تخلص منه؟ تمام؟ وهدول موجودين بالسي بلس بلس كمان. ماشي؟ فهلا اذا عملت انت كلاس اسمه بيرسون، شايف تنتهي من هون نصه نص الكلاس، هي تعريف الكلاس من هون هيك على قد ما انا مضويه، هلا على قد ما انا مضويه هون بيكون في عندك كلاس، تمام. هلا هون نيم بيساوي هون عمل هون الفار ايج نيم، هذا نيم وايج، هدول خصائص للكلاس، اوكي؟ يعني زي ما تقول السيارة، زي ما تقول الشخص شو عنده، عنده اسمه عنوانه علامته وهيك، عرفت؟ شوفها اغراضه هون معرفين كلهم كمتغيرات، تمام. وبعدين قال لك عمل لك كيف اذا بدك تطبع البيرسون الواحد، عمل له الفانكشن تو سترينج جبره يكون هيك بس، تمام، من بطريقه الاوفررايد. هاي تعودوها، هاي قصه الاوفررايد كثير حلوه الموضوع، تمام. هلا عمل اوبجكت اسمه بيرسون، اوكي، بنفس ال يعني عملوا companion، عرفت شو، مرافق ل للكلاس اسمه person، فهمت شو؟ هلا فهيك بتصير انت بالابلاي بس تعمل ابلاي وانت حاطط له بس اسم، كيف بتقول له بس يكون بس عم تاخذ الاسم، اوكي؟ فهيك بتصرف، تمام؟ لما يكون الاسم والعمر هيك بتصرف، اوكي؟ وهي الابلاي هاي الابلكيشن تبعيته، فهمت كيف طريقه استعماله، اوكي؟ ف كيف هي الموضوع هون صاير؟ انت اصلا من الحصه السابقه كان فيك تعمل انت كونستراكتور دغري تقول له بال يعني وين ارجع لفوق، كيف كان يعرف على الطاير هون بالستودنت، اوكي، يعرف كذا طريقه وحط ديفولت فاليوز وما بعرف شو، والكونستراكتورز اللي هن على كيفك، عرفت شو؟ ف هون لا، هون انت شو اسمه يعني صرت تاخذ هيدي كانها static function، كانك عملت مثل ما بنعمل مع الاكس هون دغري طلبته، بس شو بنفس الوقت النتيجه دغري تنعطى كبيرسون، يعني انت هون عرفته كبيرسون، عرفت شو؟ فبتطلع لك قيمه بيرسون يعني، فانت هذا بتحفظه كبيرسون. الله عليم اذا بدكم تفهموني، يعني انا فهمته، اوكي؟ مش ما بقدرش احكي اكثر من هيك، اوكي؟ اذا بحكي اكثر من هيك بتصير بتضيع، شو؟ يعني انت هون عم طريقه ثانيه لتعريف الكونستراكتورز بالاخر، طريقه ثانيه لتعريف الكونستراكتورز، ماشي؟ وبس بدك تخلص منه في الدستراكتور بتسميه ان ابلاي، وكيف طريقه الدستراكتور كيف تخلص منه، تمام؟ يعني اذا بدك تعمله نل كيف تخلص منه، فهمني؟ هلا وقال لك هون في بالرفرنس دوكيومنتيشن في صفحه مخصوص من شانها، اوكي، بتشرح لك كيف الان ابلاي بتشتغله، تمام؟ اوكي، هذه لاحقا بنشوف شو قصتها هاي بعدين. طيب هلا موضوع ثاني، في عندنا التريتس. التريتس هن مثل بالجافا في شيء اسمه انترفيس. شو الانترفيس؟ انترفيس بتعمل انت مجموعه فانكشنز بس، اوكي، بس ما بتعرف ما بتعرف محتواهم، اوكي؟ بس لما تعمل اوبجكت داخل فيه انترفيس بتعرف بتعرف المحتوى تبعهم لاحقا، اوكي؟ فهي التريتس. التريتس هون بالسكالا هن نفسهم المشابهين للانترفيس في جافا، اوكي؟ فبيكون في عندهم ابستراكت ميثودز وفيلدز، يعني بيكون في عندك زي كيف ابستراكت ميثود، يعني ميثود زي ما بتقول والله انا عندي انترفيس للشيب للشكل، طب الشكل شكل شو؟ والله شكل بهمنيش، هذا الشكل مجرد دون خط تفاصيل يعني، اوكي؟ بس انت بدك شكل، بدك شو مساحته، طب ما بلكي كان دائره بلكي هذا، فانت بتعمل فانكشن عام، اوكي، وبعدين بتصير فانكشن عام بس بالاسم. هلا لما تصير يكون عندك اياته عملته دائره بتعمل طريقه الدائره، عندك مربع بتعمله طريقه المربع بعرض المساحه،
فهمت كيف نحصل بالمساحة. كمان بدنا نعمل المثلث له طريقته بالحساب. فانت بس بتعمل انتو شو الاوبجكت هذا، بتحوله مره بيكون سيركل، مره بيكون اريا، مره بيكون سيركل، مره بيكون سكوير، يعني مره بيكون دائره، مره بيكون مربع، هيك فهمت كيف؟ طيب هلا ف بالاستعمال الاساسي تريت ممكن تستعمل كانترفيس، ك هي انترفيس معناها واجهه، بس هي انه واجهه خطوه، بس ما فيش الفانكشن نفسه بالانترفيس ما بيكون معرف، بس محطوط اسمه مع الباراميترز اللي بياخذه، مع الحطات اللي بياخذها، مع القيم اللي بياخذها. ف شرح فقط الابستراكت ممبرز، اوكي، او تعريف الابستراكت ممبرز فقط، يعني تعريف العناصر او القيم المجرده فقط، مجرد، ما بتدخل بالتفاصيل بالمعنى تبعهم، بالمعنى، ذكر في عندك المعنى هون، اوكي، مش مجرد حاطين اسماء متغيرات، اوكي، اللي هن راح يتم استعمالهم، اوكي، وتطبيق محتواهم وكيف يستعملوا من خلال كلاسات ثانيه، تمام، من الكلاسات الاخرين. يعني مثلا، اوكي، والله في عندنا تريت اسمه امبلوي، يعني انه امبلوي يعني موظف، عنده رقمه، رقمه كموظف، في عنده اول اسم، واسمه الاول واسمه الاخير، اوكي، مثلا هاي تريت. هلا التريتس ممكن كمان يحتوى على ما يسمى كونكريت ممبرز، يعني هيك عناصر التريت جوا، اوكي، بيكونوا جامدين، تمام. مثلا التريت التالي هاي، اوكي، بتعرف شو اسمه عنصرين، يعني مجردين ما فيهم خط بالتفاصيل، اوكي، فاذا نام ليجز ووك، هدول ما بيخوض بتفاصيلهم، اوكي، بس لاحظ ستوب شو مالها، معرف محتواها، اوكي، ففي عندك شو اسمه هذا الفانكشن نام ليجز برجع لك انت، برجع لك رقم صحيح، وفي عندك الووك كمان برجع لك شيء، تمام، بس انه بيشتغل بيعمل ووك، بس كيف بده يعمل ووك، كيف بده يعمل عدد الاجرين، مخصناش، تمام. وطبعا لازم يكون في عندك يعني هون هاي ستوب، هون بتكون كونكريت، كيف كونكريت، هيدي خلص انت جاد معرف، خاصة ممنوع تلعب فيها، اوكي، فهي معرف ستوب، هون ما كانوش معرفين، تمام، هون معرفين، اوكي، في هون مش معرفين، عفوا، النم واللج، نم لجز والووك، هدول اثنين نم واللج، نملق والووك مش معرفين، بس ستوب معرفه، وهذا خلص بدك تمشي عليه غصب عنك انه ستوب هيك. هلا هذا شو المعنى هون خلينا نحكيها ضروري، هذا شو معنى هذا الحكي بالشغل، يعني على الارض لما تشتغل وفي عندك وظيفه مبرمج، يعني هيك عم بقصد، هذا بيكون شو اسمه صاحب، يعني مدير الفريق، بيكون عنده كذا فريق مثلا، او كذا، عنده شخصين، اوكي، فبروح شو بيعمل، فرضا خلينا نحكي عن عنده شخصين، بيسلم نفس الموضوع لا شخصين، اوكي، هن كل واحد بده يكتب الامبلمنتيشن تبعته، طريقته بالشغل، اوكي، كيف هي بدها تتعرف، بعدين بيصير بجيب الاسرع، بياخذ الامبلمنتيشن الاسرع فيها، اوكي، التنفيذ الاسرع، هيك بصير، اوكي، فهو بقول له انه في عندك هيك، في عندك هيك، شوف لي كيف بدك تنفذها، تمام. طيب مثلا هون عندنا وحده ثانيه، عندنا تريد تيل، يعني عنده هاز تيل، انه عنده ذنب، عنده باء او باء، اذا كنا بنحكي عن لستة، عند راسها والباقي، هيك بيحكوا بالفانكشنال، انه هيك بتطلع بالستارت، عندك راسها والباقي، اوكي، والباقي بده يكون درب، اوكي، او مثلا زي هون عم بيحكي عن حيوان، تمام، فلون التيل مثلا، لون الذنب بيكون شو، كلمه بتحطها، تمام. هلا بتعرفها بعدين انت لما تستعمل الكلاس، وتقول له الكلاس بتستعمل هل هالتريت هاي، الكلاس هاي بتستعمل هل امبلمنتيشن هل هالتريت هاي، اوكي. بجافا كثير لازم نرجع على جافا، جافا بتكتب اسم الكلاس، بعدين بتقول له يعني بتكتب كلاس هيك، بتكتب حرفا هيك حرفيا، تمام، تحت، خلينا نكتبها تحت، او مثلا شايف هاي الكلاس اللي هون عندنا الاكس، بعمل لها فوق في انترفيس، بكتب انترفيس مثلا مثلا ماي اي فيس، اوكي، وبصير بعرف الفانكشنز اللي فيها،
تمام. هاي مثلا او methods، اوكي هاي m1 m2، طبعا بحط التعريف تبعهم. يعني هاي مثلا تكون هاي انتج، هاي بترجع لي انتجر. ممكن تقول لي هاي بترجع لك char، اوكي character. اوكي ممكن تاخذ له مثلا والله انت اكس مثلا، بس هذول ما بيكون قلنا لكم ما في لهم تعريف، يعني ما بصيروا مثل هون هيدي معرفه، بس بتقعد بس اسماء هيك. اوكي مو بس اسماء. هلا بالحاله هاي خلينا بالحاله هاي بصير الاكس شو بدها تعمل بالجافا؟ بتكتب implement my eye face، تمام. بالتالي هدول لازم تجي تعرفهم جوا، اوكي. بس تصير تقول له char m1 مثلا، char m1 هيك، وتقول له والله اذا اخذت رقم معين شو تعمل في ال، اوكي شو تعمل بالتشار، تعرف الكود هون جوا، تمام. لازم تعرفه، وتعرف اظن لازم تعرف الام 2، يعني بتصير تعرفهم هذول الموجودين بقلب الانترفيس. اوكي طيب بيا بصير تعمل اكستندز لهم. اوكي الهاز لاجز وينها؟ هاي هاز لاجز بتجيبهم والهاز تيل، فبتعمل اكستندز. فهاي الكلاس هو عملها، وقال له بصير بنضيف منها الهاز لاجز والهاز تيل. has legs عنده اجرين، يعني كلمة has legs هون has legs كلمتين هيك، has legs يعني عنده اجرين، و has tail يعني عنده ذنب، اوكي عنده ديل. فاذا بصير بيستعملهم هلا شو بصير بيستعمل الفانكشنز الموجودين من has tail وال has legs، وبصير يعرف فيهم جوا. اوكي ماشي. طيب فبعطيك هون لمحة شو ممكن تعمل انت بالتريتسون، عرفت كيف؟ واحسن ما تضيع. هاي الدولار نيم جاي من هون، فهمتني كيف؟ فهو دغري مجرد ما انت تعمل النيم تعبت خلص، هو بياخدها بعدين بس لما تطلب الطباعة دغري. اوكي طيب فهاي هون تريتس. اوكي هلا هون في بعدنا ابسط كلاسز، اشوف الانامز الكيس كلاسز والكيس اوبجكتس وخلص منيح خلصوا. هلا الابستراكت كلاسز، اوكي الصنوف المجرده هو ما بتخص بتخوض بالتفاصيل، ولا حتى الفانكشنز بيكونوا معرفين اصلا. اوكي فانت لما بدك تعمل صنف، اوكي بس انت بتعرف انه عنده عناصر بيكونوا مجردين، يعني مش خاضين بالتفاصيل. اوكي يعني مثل ما نحكي والله عن الشكل، طب في هذا الشكل ممكن اعمل منه صنف عام للشكل، بعدين اصير اطلع منه اشكال ثانيه كصنوف اخرى. اوكي دائره، شو اسمه، كرة، شو بعرف، اوكي مثلث، مستطيل، اي شيء. فاذا انت يا بتقدر يا بتعمل تريت او بتعمل ابستراكت كلاس، يعني يا بتعمل تريت يا بتعمل ابستراكت كلاس. اوكي يعني بتعمل طريقه الانترفيس الواجهات، اوكي بس واجهات لانه دول واجهات تخاطب التريتس، او بيكون في عندك ال abstract class، اوكي يعني صنف مجرد، تمام. فبمعظم الحالات انت راح تستعمل traits، اوكي بس تاريخيا
يعني في عنا وضعين، بحيث انه اثبت انه انه الافضل تستعمل صنف مجرد اكثر من انك تصير تستعمل تريت الواجهات، تمام؟ ففيك انت تعمل بيز كلاس اللي هي تاخذ كونستراكتور ارجومنتس و هتشو، يعني تعمل كلاس وفيها تاخذ ادخالات المنشئ هذا، زي ما بنعمل مثلا، زي ما بتعمل هون، تمام، وزي ما بتعمل هون. اوكي، والكود ممكن تسحبه من من كود جافا، اوكي، يعني من لغة جافا. فيك شي كاتبه انت من جافا فيك تسحبه، اوكي، هذا هو. ف البيز كلاس اللي بتاخذ يعني ادخالات تبعون المنشئ تبعون الكونستراكتور، يعني يعني قبل ما تيجي سكالا باصدار الثالث، اوكي، لما يكون في كلاس اساسيه بيز كلاس بحاجه انه تعمل كونستراكتور ارجيومنتس، تعمل ادخالات على المنشئ، انت فيك تعرف او تعلن عن انها تكون ابستراكت كلاس، يعني بتعمل كلاس هيك ابستراكت تسميها بت مثلا، يعني بمعنى حيوان اليف له اسم معين، بياخذ اسم معين. طيب هلا عرف هون فانكشن اسمه جريتنج، برجع لك كلمه سترينج، عرف هون الايج، اوكي، كمان بيعطيني العمر، اوكي، هون ترحيب جريتنج للترحيب، الايج للهذا للعمر، اوكي، وقال لك كمان رد عرف انه التو سترينج كيف بده يطبع الحيوان، اوكي. ماشي، هلا هون الكلاس عندي في كلاس تانية اسمها دوغ، الدوغ بتاخذ من البات، صار كيف بيعمل لها زي وراثه، اوكي، فبيكبرها للبات هون، بس يعمل اكستنس توسعه يعني، فبيكبر البات بيعملها كلاس جديدة اسمها dog، كيف بتاخذ الاسم والعمر تبعه وشو اسمه والقيمة اللي اسمها greeting بصير اسمها wolf. اوكي، هلا انه بصير اقول لك بينبح يعني wolf هيك، شو wolf wolf. فاذا مثلا هون عم بيعمل شو اسمه متغير من نوع dog، يعني كلب اسمه فيدو وعمره سنة، تمام. ف يعني مجرد ما يطلبوا للدوغ بيطلب البات نيم، اوكي، الجريتنج بصير اسمه ووف، هي بتتعبى، اوكي، وعندك الايج وعندك هدول دغري بتظبطوا كمان بالطريق، تمام. هلا هذا الشيء قديم مع الاصدار الثالث، هلا الاصدار قبل الاصدار الثالث يعني، اوكي. هلا بالاصدار الثالث صار فيك تعمل تستعمل تريتس، اوكي، والتريتس بكون عندهم ممكن يكون ياخذوا باراميترز، يعني تصير تعمل لهم هيك، تمام، بنفس الطريقه نفس الشيء، بس صار فيك تسمي انت ابس كلاس بتسميها تريت، نفس الشيء، اوكي. اوكي، لانه هون التريت شايف كيف ما الها، ما حط لها باراميتر. هلا لا، هلا صار فيك تعملها بالاصدار الثالث، تحط لها شو اسمه، يعني هي شايف كيف حط لها متغيرات، كانه خلص يعني هن دمجوا الابستراكت كلاس والتريت عملوهم واحد، فاستعمل تريتات، شفنا كيف هي زاطة. بعدين بقول لك تريتس هن يعني اكثر مرونه، عندهم مرونه اكبر في انك تالفهم، اوكي، وانت فيك تخلط عده تريتات، بس فيك تستعمل او فيك توسع وتكبر كلاس واحده، اوكي، مشان هيك انه الحريه عندك بالتريتس اكثر، اوكي. وهن لازم انت تبديهم وتفضلا عن الصنوف، عن الكلاسات، اوكي، والكلاسات المجرده، اوكي، الصنوف المجرده، اوكي.
اوكي، فلمعظم الوقت اوكي. يعني الخط العام هو انت القاعدة العامة او الخط العام بالشغل اوكي، انك انت تستعمل الكلاسات يعني لما انت حابب تعمل متغيرات من نوع معين اوكي، والتريس لما انت حابب يعني شو اسمه يعني كيف تسيطر على الموضوع بأنك تكسر المسألة اوكي وتعيد استعمال التصرف نفسه، تمام؟ يعني تفصفص المسألة هيك وتفصفص التصرف تبعك اوكي لتصرفات، عرفت شو؟ وتعيد الاستعمال. طيب هلا في عندنا الإينمز، فالإنيميريشن ممكن تستعمل حتى شو اسمه تعرف نوع اللي هو بيحتوي على عدد أو مجموعة محددة من القيم المسماة، في قيم تعطيها أسماء أوكي. هلا بالقسم تبع الاف بي موديلنج بيحكي لنا تبع الفانكشنال بروجرامينج موديلنج اوكي، طريقة التمثيل بالفانكشنال بروجرامينج بتفيدنا كثير هاي شغلة الإينابس اوكي. إينابس يعني انيميريشن، يعني في عندك سرد لقيم اوكي، بس القيم هاي بتعطيها اسماء ولا بتعطيها ارقام او قيمه فعليه اوكي. مثلا عندنا مثلا كراست سايز اوكي، حجم القمه اوكي اظن، تمام؟ في مثلا المهم الحجم ممكن يكون سمول ميديوم لارج فيك تسميهم اوكي، بس تكتب ممكن مثلا النوع يكون شو اسمه رقيقه سميكه عادي اوكي. هو عم بيحكي عن شيء علاقة بحبة البوظة اوكي والبيتزا اوكي. عم بيحكي انه حبة البيتزا هون عم بيحكي فكرت عن البوظة اوكي. ف كروس سايز انه ايه يعني حجم حبة البيتزا اوكي، وقديش سمكتها كبيرة صغيرة وسميكة رقيقة، هذا عرفت شو. والتوبينج انه شو بيطلع عليها، مثلا حاب تاكل مثلا بيتزا او منقوشة يا عمي شو عليها، هذا جبنة زعتر هذا عرفت شو. فهو بقول لك على جبنة بيبروني عليها كمان زيتون أسود زيتون أخضر بصل، كيف البيتزا بدك إياها اوكي. ما هي بالآخر بيتزا هي منقوشة، يعني شو بدكم. طيب لحتى تستعملهم بكود آخر اوكي، مثلا تعمل امبورت لكل شيء كروس سايز، تفتح فايل وحاط فيه شو اسمه الكروستات اوكي، وبعدين بتقول له وبعدين بتعمل امبورت لكلهم كل الكراستايز كلهم شو ما فيها يعني. بعدين بقول لك الكرنت كراست سايز بتصير سمول، انت بتعين انه مثلا تعين قيمة ودغري بتقول له سمول، هو لحاله لانه بسبب الديناميكية بالشغل الديناميكية التعريف المتغيرات خلاص بيعرف انه سمول، خلاص انت قصدك انه التايب تبع كراست سايز، تمام؟ وبيجي بالترتيب 0 1 2 هيك بيجوا اوكي. وممكن تقارن عادي قيم، فهمت شو؟ يعني مثلا اذا كان بتعمل مقارنه مثلا كان حالتها سمول ميديوم لارج، فبتطبع انت ميديوم لارج اوكي. وفيك تستعمل المساواه يعني اللي يساوي اوكي ولا يساوي فيهم عادي، تمام؟ وطبعا فيك تقارنهم يعني اكبر واصغر، يعني مثلا سمول اصغر من ميديوم اصغر من لارج، عرفت كيف؟ بالترتيب اللي اجوا فيه. مزايا اخرى تبعيه الاينامز تبعون عمليات السرد، فممكن تعملهم باراميترات، يعني مثلا اذا مثلا عندك كلر اللون اوكي، سرد للالوان، فبتاخذ اللون بياخذ هذا، فاذا في حال انه كانت رد بصير اللون هيك، الاحمر الاخضر بصير هيك، الازرق بصير هيك، عرفت كيف؟ فبتعطيهم اسماء بهالطريقه اوكي. فيك تعملهم باراميتر، يعني تعملهم هذا الباراميتر اللي هيك اوكي، انه مش واقفه بس على هذه الطريقه اوكي، وسرد 1 2 3 اوكي، لا فيك تحط لهم انت باراميتر دغري اوكي. فبتقول له كيس رد يعني بتوسع على شكلة على شغلة الكلر على شغلة اللون، بتعطيه باراميتر هيك، عرفت كيف؟ فهي بتعمل سرد بهالطريقة على كيفك أكتر، تمام؟
وممكن يكون عندهم زي الكلاسات members وmethods وعندهم functions خاصين فيهم. اوكي ايوه، تحط enum و planet. اوكي انه مثلا تحكي عن كوكب له وزن وله حجم له شعاع معين، اوكي قديش يعني شعاع الكرة نفسها تبع الكوكب. ايوه برايفت كذا، سيرفيس جرافيتي هالقد مثلا بتعرفها، السيرفيس ويت بتطلع هالقد. اوكي ففي حال انه انت هيك انت عرفته للبلانت كانه كلاس، بس بقول لك في حال انه كان ميركوري كان كوكب عطارد بيكون اعداداته هالقد، اذا كان القيمه ايرث بيكون اعداداته هيك. فهيك انت كانك بتعمل كيف بدي اقول لك، بتعمل كانك بتعمل متغيرات، بس مش كل شوي بدك تجي تعرف تفتح نيو 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 او تفتح متغير متغير متغير. خلص من قلب الانوميريشن بتحطهم هول القيم ثابته، يعني فهمتني كيف؟ كونستانتات، ارقام ثابته من الاول. هلا شو التوافق بين الانم مع الجافا؟ يعني اذا بدك تجيب انم تبعون جافا وتركبهم بسكالا، ف اذا انت حابب تستعمل شو اسمه يعني الاشياء اللي جاي من سكالا ك او السرد، سرد القيم اللي جاي بطريقه سكالا كسرد بطريقة جافا، فيك تعمل هذا الشيء عبر انك تعمل اكستند للكلاس اللي اسمها جافا دوت لانج دوت انم. اوكي ففيك تجيب انت انم كلر، تعمل هون انم كلر. اوكي وبتعمل اكستند من انم لستة الكلر، تمام، وبصير في عندك الحالات الاحمر والاخضر والازرق. اوكي شو فبعد ما تعرف اللون زي هيك، اوكي زي ما عملنا هيك، صار فيك تستعملها مثل ما بتعمل انت بالجافا. اوكي فبتقول له color dot red بتقارنها مع color dot green، اوكي فبطلع انه ناقص واحد، تمام انه مش متساويين، فهمت كيف؟ هلا بقول لك شو اسمه الانواع الجبريه، انواع المعلومات الجبريه كالجبريك داتا تايبس وال من الجبره، من الجبر ماده رياضيات الجبر، وال وكمان بالرفرنس دوكيومنتيشن في التوثيق تبع المرجع تبع اللغة. اوكي بغطوا موضوع السرد بتفصيل اكبر، تمام. هلا ماشي عنا غير كيس كلاسز والكيس اوبجكتس ونكون خلصنا، تمام. هلا بالكيس كلاسز هن مستعملين حتى تمثل الداتا ستراكشرز، اوكي الهياكل البيانات الغير قابلة للتعديل، هي الاميوتابل. اميوتابل داتا ستراكشرز هن مستعملين حتى مستعملين وين؟ يعني بنجيب الكاس كلاسز حتى نمثل القيم او عفوا الهياكل البيانات غير قابله للتعديل، تمام. خلينا ناخذ مثال ثاني، مثلا عندنا شخص، اوكي عملنا له كاس كلاس، تمام. هذا هيكليه انه في عندك شخص وعند بياخذ اسم ومعه علاقه مع شخص اخر، اوكي. طيب بما انه نحن عرفنا هذا البيرسون هون ككيس كلاس، اوكي فالخانات هون النيم الاسم والعلاقة ريليشن، اوكي بيكونوا public بيكونوا عامين، اوكي وبكونوا غير قابلين للتعديل بالافتراضي، ممنوع تغير عليهم. اوكي فنحن فينا نعمل متغيرات من الكاس كلاسز مثل هيك، مثلا في عندنا قيمة اسمها كريستينا مثل الاسم كريستينا نيس، كريستينا اسمها البنت وهي بتكون بنت اخ او شيء هيك نيس، تمام. هلا هون لاحظ انه الخانات ما فيهم يتعدل، يعني اذا اجيت جبت انت كريستينا دوت نيم وحطيت محلها فريد، اوكي ما بتنشي، ما فريد هو اسم شخص، اوكي وعم بحكي عن فلسطس حاسس، اوكي
اوكي وكريستينا زوجته. ففريد اوكي ما فيك تحطه باسم كريستينا، اوكي ما فيك تعدل اسم يعني معناها ممنوع تعدل اسم كريستينا ليصير فريد. ليش؟ لانه حطهم شو اسمه، حط القيم اللي هون حطهم شو، خلص جامدين تاو، لانه عمل تعريف شو كيس كلاس. تمام. فبما انه الخانات تبعون الكيس كلاس بيكونوا مفترضين او يعني ايه بيكونوا يعني مفترضين كيكونوا غير قابلين للتعديل immutable، ف كومبايلر سكالا ممكن يولد العديد من الدوال اللي بتفيدك. مثلا فانكشن unapply هو مولد اللي هو بسمع يولد اوتوماتيكيا اللي هو بسمح لك انك تأدي مقارنة انماط pattern matching اوكي على كيس كلاس، بمعنى انه اذا هيك يعني تقول كيس بيرسون ان ار بالحالة التالية. هلا هاي جاي بس نجي بالفانكشنال تفهم شو الاصل. اوكي فيك تستعمل الكوبي ميثود، هي مولدة بالكلاس اوكي، فبكلاس تلقائيا بتولد لك فانكشن اسمه كوبي لو مستعمل حتى تاخذ نسخ من مثلا عندك لكريستينا مثلا تعمل نسخ منها. تمام. هلا عندك كمان بتولد لك اوتوماتيكيا كمان دالة المساواة اليساوي ودالة الهاش كود، بيعطيك الى هذا هاي القيمة بيعطيها رقم يعني مميز اوكي، اللي بيسمح لك انك تستعمل الكيس كلاسز بالفانكشن يعني بالماب، في شيء اسمه المابس اوكي بعدين نحكي عنه كلهم جايين. تمام. بما طلع ولد الشرح وفي عند طلع لك فانكشن مباشر افتراضي بيكون هو التو سترينج انه يطبع مباشرة اللي هو كتير مفيد لتصحيح الكود تاعك اوكي ومتابعة الاخطاء. طيب فهلا هون المزايا، هدول المزايا الاضافية هنا موضحين بالمثال تحت. مثلا عندها اذا بدنا نشوف كريستينا بتشبه مين، ففي حال انه مثلا هي كانت بيرسون في له اسم وعنوة وعلاقة معينة او شو وضعه بالقرابة اوكي، ف بصير بيعمل يعني في حال انه صارت كريستينا هي من نوع بيرسون اوكي شو بتصير، بتطبع الجملة التالية اوكي. هلا هون مثلا حنا اوكي هو شخص اسمه حنا وهو كمان نيس اوكي بن اخ او شيء، فهون شو اسمه طبعا عم بقارن حنا بكريستينا، طبعا هن نفس بعض بالعلاقه بس اسماء مختلفه، فبيعطيك كلمه نتيجه حتكون فولس انه هاي العمليه الحسابيه فولس. تمام. هلا انه تعطيك بمعنى العمليه الحسابيه تبع الشرط بيطلع نتيجه الشرط انه خطا اوكي مش متوافق، يعني خطا بمعنى مش متوافق. تمام. هاي مش مثل هاي. تمام. هلا حسب هون حسب حنا وهذيك كان اسمها شو فوق كان اسمها كريستينا يا تمام. هلا هون مثلا في حال انه استعمل الكيس كلاس مثلا كمان لما تستعمل برنت كريستينا هون عم بقول لك دغري بيطبع لك هيك بيطبع لك بيرسون كريستينا نيس دغري. تمام. لانه الميثود تو سترينج او الفانكشن تو سترينج بولد اوتوماتيكيا من شانك. تمام. طيب هلا في حال انه كلاس بيز بيسبول تيم، هذا هون في عندنا كيس 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 كلاس اوكي ثابته، ف البيسبول تيم تمام اسم الفريق وامتين اخر سنه او شو اخر دوري ربحوه يعني شو تاخذ هاي الفريق البيسبول بيسبول تيم هو فريق البيسبول اوكي عامل كلاس منه بس بكون كيس كلاس. طبعا هذول النيم هون واللاست وورلد سيريز وين امتين اخر مره ربحوا كاس العالم بالبيسبول بيكون شو حبيبي الرحمن بيكونوا هدول النيم وهاي بيكونوا ثابتين غير قابلين للتعديل اوكي. هلا هون فاذا في عندك فريق الكابز اوكي تبع 1908 وفي عندك تبع 2016 اوكي شايف كيف، وهون عم بينسخ تبع 1908 اوكي
بيعمل له كوبي بحيث انه لاست وورلد سيريز وين اوكي يكون بال 2016، عرفت كيف؟ بس بيعدلها هي اوكي. فهو بيقول انه نفس ال يعني نفس الفانكشن اوكي، شوف كيف على الطاير بيعدل عليه كمان هو عم ينسخ تمام. فلما بتطبع انت كابز 2016 بيطلع لك هي النتيجه تمام. طيب هلا الكيس كلاسز بدعموا البرمجه بطريقه الفانكشنال. هلا اذا بالاف بي انت بتحاول انك تبعد عن تعديل او عن الهياكل البيانات القابله للتعديل اوكي، فهو من ال كيف بدي اقول انه بيكون من المنطقي انك تخلي او من المفهوم انه تخلي الخانات تبعون الكونستراكتور بصيروا فال اوكي، بما انه الخانات تبعون الكيس كلاسز ما بتغيروا هن ممكن بسهوله يتم مشاركتهم بدون خوف بدون خوف من التعديل او من يعني شو اسمه من حالات التعديل عدتو. طيب بدل ما تيجي انت تعدل من متغير اوكي جاي من كلاس، انت فيك تستعمل فانكشن كوبي خلص تمام. وبوجود ميثودز مثل الان ابلاي اوكي بتكون مولده تلقائيا لإلك لحتى يعني انه بوجود الان ابلاي ميثود بتكون مولده تلقائيا لإلك، هذا بيسمح لك او بيسمح الكيس كلاسز تاعونك يعني اي شيء شبه هذا هون اوكي انه يستعملوا بطرق متقدمه ب باترن ماتشنج اوكي. باترن ماتشنج هي علاقه بالفانكشنال بروجرامينج، بعدين بنحكي لها موضوع طويل هذا اوكي. بفضل اي حدا حابب يتعلم فانكشنال بروجرامينج يروح يتعلم من هاسكل بس اوكي، لانه هناك بتطبق الفانكشنال بروجرامينج غصبا عنك، كل المتغيرات اميوتابل غير قابله للتعديل، وهون بسكالا بحق لك تعدل. فعشان ما تضيع نصيحه تعلمه بهاسكل تمام. فانكشنال انا ما بظن راح اعلمكم الفانكشنال كثير بهاسكل، يعني راح فوت فيهم بس مش مقصود انه نركز عليه هون كثير بسكالا اوكي. ومش معناها انه بدنا نعمل مثل باقي القنوات العربيه قال لكم اياها من هلا تمام. احنا لانه شرحنا الفانكشنال بروجرامينج بهاسكل وفرمناها بشي 3 4 كتب اوكي، فبتمنى عليكم تروحوا تحضروا وتمارين وهيك، فبتمنى عليكم تروحوا تحضروا تمام. هلا الكيس اوبجكتس كيف في كان نحكي عن ستاتيك فانكشنز وستاتيك كلاسز، يعني خلينا نحكي كيس ستاتيك كلاسز بدل كلمه اوبجكتس، هاي كلمه اوبجكتس عم بتضيعني يعني مرات اوكي. فهو بيحكي عن الاوبجكتس اللي مرقوا فوق اوكي وينهم وين يا سيدي قبل التريتس، كان عم بيحكي وقتها عن الاوبجكتس مثل هيدي الاوبجكت اللي هون حكيناها تمام، مثل ما حكينا هون بهذا الشرح هون عن الستاتيك هون عرفت شو. ف حتى انزل باخر الصفحه لانه بس تحت. فهن يعني كيف بدي اقول لك، هن بيكونوا اوبجكتس اللي نفس كلاسز هن يعني نفسه بصير مع الكلاسز اوكي. يعني كيف في عندك كيس كلاس اوكي، في عندك كمان كيس اوبجكت اوكي، نفس الحركه نفس الشيء اوكي، بس بيعطوك كمان انه في كم ميثود كم داله بيكونوا مولدين يعني بدخلوا مع تعريف الاوبجكت مولدين اوتوماتيكيا اوكي، لتخليهم اكثر قويه اوكي او خليهم اكثر اقوى اكثر اوكي، واكثر بيعطوك اداء اعلى يعني تمام، بيعطيك قدرات اعلى يعني كمان. فهن القدرات انا بحكي انه صار عندك في فانكشنز زياده يعني صار فيك تستعمل اكثر، تشوف في عندك اشياء مولده تلقائيه ما عاد تفكر فيها تكتب من كودهم. فهن بالاخص مفيدين لما او باي وقت انت بحاجه تعمل سنجلتون اوبجكت، يعني تعمل لك هيك بس انه متغير واحد فيه هالداله اوكي، ما بيعمل غير هالمتغير مره واحده اوكي، اللي هو بحاجه شويه هيك اكسترا فانكشناليتي، بحاجه ل وظيفه اضافيه مش كاينه موجوده فيها عرفت شو اوكي.
مثل ما بتكون مثلا تستعمل في مقارنة الأنماط باترن ماتشنج بالتعبير المرئي في كلمة ماتش، يعني اللي بتعمل فيها عليها مقارنة، هي كلمة بتعمل من خلال المقارنة. تمام. وكمان الكيس اوبجكتس هن مفيدين لما انت بحاجة انك تمرق اميوتابل مسجز، رسائل غير قابلة للتعديل، اوكي، تمرقهم هيك وتبعتهم حوالين بعض. اوكي، فمثلا انت بتشتغل في على مشروع مشغل ملفات صوتية وفيديو، اوكي، انت بتعمل مجموعة من الاوامر او الرسائل كما يلي. مثلا بتعمل انت تريت سيل تريت، هلا في كلمة زيادة هون سيل، منين جابها بعده ما حكى فيها، بس في عندك تريت اسم المسج، اوكي، زي التريت زي الانترفيسز اللي حكينا عنه فوق سابقا. فاذا في عندك كيس كلاس، اوكي، بلاي سونج انك تلعب شو اسمه، تلعب الغنية اللي بدك اياها، تعمل اكستند للمسج، اوكي. وكمان عندك كيس كلاس تانية بتعمل انكريز فوليوم، بتزيد الصوت، وحدة بتوطي الصوت وواحدة بتوقف وهون في عندك كيس اوبجكت بوقف تشغيل الصوت، كلياتهم جايين عاملين اكستند مسج. طيب بأجزاء أخرى من الكود أنت فيك تكتب الميثودز مثل هيك، تمام، اللي هي بتستعمل باترن ماتشنج حتى تستعمل مقارنة الأنماط. أنت ما مقارنة الأنماط مش مقارنة أحرف زي ما بنعمل مقارنة نصوص وعم بتدور على نص معين أو على كلمة معينة بالنص، لا، أنت بتدور وين في معادلات ماشي مع الموضوع، يعني كيف؟ يعني وين في معادلات تشبه اللي أنت بدك إياه، أو وين في شكل متغير موجود في بيشبه الموجود، اوكي، هيك تعمل. فلحتى تعالج الرسائل اللي داخله، اوكي، انت بتعمل او بتكتب هيك دوال مثل هذا اللي تحت حتى تعالج مساله مقارنه الانماط، لحتى تعالج الرسائل اللي داخله. وهذا بيفترض انه الدوال بلاي سونج، انه بيشغل الموسيقى، بعلس بغير الصوت وبوقف تشغيل الموسيقى، اوكي، او الغنية، يعني هو السونج يعني الغنية، اوكي، اللي هن معرفين بمكان اخر. فت كيف؟ ف طيب اذا انت عملت فانكشن طبيعته مسج، اوكي، عم بياخد مسج، عفوا ياخد مسج، هو فويد هون ما بيعمل شيء، اوكي، بس بيعرف الرسائل. فحسب الرسالة، اوكي، اذا كان جاي معباية الرسالة شو اسمه، يعني جاي من play song، تمام، فبتنفذ ال function play song. اذا كانت increase volume، اوكي، ب amount معينة، يعني حسب الرسالة كيف في طبيعتها، تمام. المسج هون جاي من اي واحدة من هول الاوبجكتس اللي جايين هون، كيف؟ فهمت شو؟ بحسب انت شو معبي، كيف المسج جاي شغله شكلها، تمام؟ ايه بس هيك. شوف اذا انت المسج تعبت ب مثلا بلاي سونج نيم بتعبي بتشغل بلاي سونج، اذا تعبت الهاند المسج اذا انكريز فوليوم بتعبي بتشغل تشينج فوليوم بالاماونت اللي بدك اياها، الكميه اللي بدك اياها. اذا ديكريز فوليوم وطي الصوت بتعمل تشينج فوليوم بس بتنقص الكميه اللي انت حطيتها، وهذا مجرد. وهون نكون خلصنا هذا الجزء بتعلق بالدومين موديلنج، اوكي، هذا الجزء الثاني. هلا بالكتاب بيحكوا عن دومين موديلنج، نحن خلصناهم. هلا في عندك بيجي بعد عندنا او او بي موديلنج، اوكي، في تريتس بعد بدي فوتنا فيهم اكثر، اوكي، الكلاسات شو تفاصيل قصص تانية غير اللي احنا مرقنا فيهم، تمام. بس الصفحة تكون ان شاء الله قصيرة ما في كتير، لانه بتكونوا ملاحظين نحن غطيناهم بالحصة هاي كلهم الحصة اللي قبلها، تمام، مشان هيك. بس هلا بس لما نجي للاف بي صار الموضوع اطول كتير، ولاحظ قديش السكشنز تبعيته، اوكي، يلا بنشوفكم. سلام، ان شاء الله اشتراك بالقناة واخبار رفقاتكم على هاي الفيديوهات. سلام، باي.